مساء الرضا، كيف حالكم؟ إن شاء الله طيبين. اليوم عملت لكم طريقة العتر، لأني أنا قلت لكم لما عملت الباخمري بالدقيق البر عملت معاه العتر، لأني أنا أحب أكل الباخمري مع العتر، وأغلب العدانة يحبوا الباخمري أو الخمير الحالي مع العتر يأكلوا، يعني العدانة البيور بقول لكم يا حق زمان. وأنتم تقدروا يعني تأكلوا مع الشاي عادي، مرات أنا أعمله صباح فطار الصباح وأكله مع الشاي عادي، يعني كده زكعبو الشاهي. يا سلام، اطلعوا شوفوا كيف مع الخمير، أمانة الخمير الحالي والعتر طعمه أمانة في المخ. طبعا هذا عندي عتر بلدي، أصحاب صنعاء يسموه برعي العتر، وهو نوع من أنواع البازيلا، وبعضهم قالوا لي له ده هو من أنواع اللوبيا، بس أنا اللي عارفة أنه من أنواع البازيلا. أنتم اكتبوا لي يتصنف من أي من أي نوع حبوب. وهذا النوع اللي قلت لكم اللي معايا هو البلدي، وفي نوع استرالي اللي يسمونه عتر صيني حباته أكبر. هو كله حلو بس البلدي أحلى. شوفوا أغسله أكثر من مرة، بعدين أنقعه 12 ساعة إلى ليلة كاملة مع تغيير الماء كل 3 ساعات. أنا نقعته 15 ساعة، بعد 15 ساعة خلاص صفيته من الماء وضغطته، أضيف له ماء ساخن لما أضغطه، وأنا ضغطته بقدر الضغط الكهربائي 40 دقيقة، في مكتوب على الضغط قدر الضغط الكهربائي مكتوب بقوليات، أضغط على بقوليات وخلص يطلع لي أي نوع حبوب رهيبة. كيف تعرفون إنه استوى؟ شوفوا، باخذ حبة وأول ما أضغط عليها على طول تنهرس، بس ما تكونش تخلوها يعني مهروسة كتير، في قدر الضغط العادي بياخذ 50 دقيقة. تمام، من بعد سماع الصفارة خلوه يبرد تماما، بعد كده قسموه بأكياس وفرزنوه. ما شاء الله، هنا طبعا المساعد عندي ساعدني الله يرضى عليه. أكيد لازم شوفوا تدخلوا عيالكم زوجكم، لازم المعاونة ولا ما لوش طعم. بعد كده شوفوا قسمناه بأكياس وخلوه يتفرزن عادي، وقت ما تحبوا طلعوا كيس يفك، بعد كده عادي تكشنوا كشنة. هنا عندي للكشنة عندي شوية زيت مع بصل مفروم ناعم، خلوه كده لمن يعني يتشقر البصل، نحن ما نشيش يحمر كتير لأنه بيطلع مش حلو الطعم، فأنتم خلوه كده ذهبي فاتح. أول ما طلع ذهبي فاتح أنا ضفت مكعبات بطاطا أو بطاطس، قطعت مكعبات وضفته، نحن نحبه بالبطاطا، في بعضهم يضيفوش بطاطا، بس الصراحة البطاطا يعني مع العتر طعمه لذيذ. وكده لازم كمان البطاطا تتكشن مع البصل، عرفتوا؟ قلبوها تمام. هنا في الخلاط ضفت فلفل حار وثوم، وضفت حبة طماطم، طبعا هذه تفرم لي يعني كأنه فرم باليد. انتم قطعوا طماطم اختياري، يعني قطعوا حبة طماطم. خلاص الآن بضيف البهارات، عندي كاري النيل وعندي كمون، لازم كمون شوفوا، وشوية من كاري النيل تقريبا ملعقة صغيرة، وكده حمصوه تمام مع البطاطا. والآن ضيفوا اللي طحناه، الطماطم والفلفل والثوم، انتم تقدروا تقطعوها بيدكم يعني عادي، مش لازم تخلطوه بالخلاط لا، بس أنا عشان السرعة وكده. خلص خلوه كمان يتكشن تمام. الآن بضيف ملعقة صغيرة بسباس عدني، وهو اختياري، بس البسباس العدني وقدو حقنا نحن العدانية بكل حاجة بكل شيء نحن نضيفه. الآن بضيف شوية ماء عشان تستوي البطاطا، عرفتوا؟ حاجة بسيطة، ماء يعني حق يعني سوى البطاطا، يعني تزودوش كتير ماء، وكمان ضيفوا الملح حسب الرغبة، وكمان عشان تستوي البطاطا. الآن تعرفوا الحركة هذه اللي دايما نحن نعرف نحط ملعقة صغيرة نعم عشان تستوي البطاطا بسرعة، وغطوه. أول ما تستوي البطاطا خلاص شوفوا كيف، وكده قوامه كده تقل. طبعا الآن إيش منضيف؟ منضيف العتر. هنا معي العتر فك تمام داب يعني، والآن بضيف العتر. طبعا بقول لكم حاجة، في بعضهم ميحبوش العتر بالماء، في بماء كتير يحبونه ناشف عادي، ارفعوا النار أعلى حاجة وخلوه ينشف لما يبس، خلوه زي ما تحبوا، بس نحنا نحب في بو كده صوص قليل تقيل. الآن غطيت عليه شوية، بعد كده يتسبك، شوفوا لازم يتسبك تمام، مش تخلوه قليل وتطفوا عليه لا، خلوه تسبك تمام العتر وينشف كده يجمد قليل. الآن بضيف عندي تمر هندي، هو الحمر منقوع يعني كده حق نص كوب حمر، نقعته بماء ساخن وخليته شوية، بعدين صفيته شوفوا تمام تصفوه. هنا حتى أخذت شوية من الصوص وحطيت كمان، تمام تمام صفوا، البركة شوفوا البركة بآخر حاجة بالحمر، خذوه تمام شوفوا كده صفوه. خلاص بعد ما صفيت الحمر تماما بضيف شوية كزبرة خضرة عشان تتسبك تمام، وخلوه يتسبك تقريبا 15 دقيقة.
لأنه إذا ما خليتوش العتر تمام يعني ياخد وقت يتسبك تمام، يعني ياخد وقته، ولا بعد ما تطعمه مش حلو. أنا 15 دقيقة على شمعة أخليه، خليته غطيته، الآن جهزت الشاهي والآن العتر جاهز. شوفوا ما شاء الله كيف مسبوك تمام. تقدروا قلتكم تخلوه ناشف عادي زي ما تحبوا، تشتنوا ناشف خلوه على النار يطول أكتر وبس والله، والعتر يكون جاهز. طبعا أني العتر أي شي في بقوليات أحب أرشله تشات مسالة، بهارات هندية اسمها تشات مسالة، تعطي طعم رهيب للعتر. أضيفه كمان للحمص لما عمل بليلة زي ما تحبوا، يعني هو اختياري هذا إذا بتوفر معاكم. اسمه تشات مسالة، حلو كتير لأي بقوليات، حتى مع الحمص، الفول، الفاصوليا، مع أي حاجة. هنا حطيت كده مطيبة عتر، وبعدين العتر طبعا نحن نرش له شوية كده كزبرة للتزيين، بس العين تاكل قبل الفم يعني يقول لكم. وعليه كده كرات كده مقطع صغير، ممكن بصل أخضر، بعضهم يحبوا يحطوا طماطم كده مفرومة، أمي الله يرحمها تعمل كده، يعني تعمل بصل وطماطم وكرات، ويعني بصل أخضر وتحطه عليه من فوق، وكتير كان حلو بس والله. وهنا زينا عترنا الحلو، وما شاء الله إيش الطعم، أقول لكم في المخ صراحة الطعم. شوفوا أهم حاجة في العتر تسبيكة، اصبروا عليها، يعني لما تكشنوا بالكشنة على شي شي يعني ضيفوا واصبروا على، حتى لما تضيفوا العتر اصبروا عليه، يعني مش خلاص حطيتوا العتر داب وكده تحطوا يعني الحمار مع بعض، لا، أول خلوا العتر تمام يتسبك مع البصل والفلفل وكده، بعدين لما كده تقل العتر نضيف الإيش الحمر، ونخليه كمان يتسبك 15 دقيقة. لازم تسبيك أو التكشين، لازم يعني كيف أقول لكم يتخمر تمام أو يتعتق تمام العتر، ولما بطلعش حلو بطلع كده مش حلو، خفيف يكون. بس هنا عندي أني بيتزا، سخنت البيتزا والله، ومع الشاهي كده والعتر، يعني عواف عواف ما بعد الفطار نحن نقول. وهنا شوفوا هذا العتر اللي هو الصيني، هذا كان في السعودية لما كنت، بس دمجت الفيديو. شوفوا الفرق كيف حباته كبيرة. وكمان اشتي أكلمكم حاجة، انتبهوا دايما العتر في بو حجر تلاقوا، يعني ما فيش داعي إني أكسر لكم صدوركم. لما تقول تنظفوا العتر تنظفوه تمام، لأنه ما تقدروش تفرقوا بين الحجرة والعترة، فهمتوا كيف يعني العتر ما تقدروش تفرقوا، لأنه مرات تحسبون عترة العترة حبة عتر وهي تكون حجر، يعني انتبهوا. وبس والله لا تنسوا الاشتراك في القناة، تفعيل جرس الإشعارات، ولايك وكومنتس حلو منكم، وشوفوا أجواء مصر عندنا.